صباح الخير لكم مشاهدينا ومشاهدي كوفي بريك، اكيد من وين ما كنتوا عم تابعونا. حلقه جديده انطلقت معكم، معي انا تمارا. اليوم الاربعاء 20 تموز 2022، اليوم هو فرصه قدامي وقدام كل واحد فيكم حتى يكون عم ببلش بنهاره بايجابيه. ومثل ما عودتكم هكذا موسم بكوفي بريك رح نتشارك انا وياكم هذه الايجابيه باربع فقرات متنوعه، محددت لكم فيها اخبار متنوعه، ومين اللي اخبارنا دائما رح تكون للمراه، الحصه الكبيره للمراه. رح نبلش باولى فقراتنا لليوم اللي هي نيوز كاست. أعلنت جمعية 50-50 أنه رح تقوم بحذر وحذف جميع التنمر، التعليقات وخطاب الكراهية ضد النساء على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيها، بحيث كتبت ببوست مثل ما عم نشوفه: اعتبارا من اليوم ستحظر 50-50 التنمر، خطاب الكراهية والتعليقات ضد النساء على مواقعها مع هاشتاغ نتحد ضد التنمر من أجل عالم خالي من التنمر الإلكتروني ضد النساء وكل فرد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسيدة سميرة عبد العزيز محمد اللي عمرها 50 سنة، وهي عم ترتدي زي التخرج بالجامعة مثل عم تشوف بالصورة اللي تزامن مع يوم تخرج ابنها الكبير وبنتها بعد 25 سنة من انقطاع عن مقاعد الدراسة. وبتخرجها فتحت سميرة لنفسها صفحة جديدة من حياتها بعد معاناة ومصاعب كثيرة عاشتها بسبب الظروف الاجتماعية والمادية. حلت مملكة البحرين بالمرتبة الأولى عالميا، وذلك بعدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن شركة فيسبوك. وشملت المؤشرات السياسات الوطنية للإدماج الإلكتروني للإناث والتدريب على المهارات الرقمية للإناث. وقال المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية بتصريح بهذه المناسبة: واصلت البحرين تركيزها على خلق فرص متكافئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الريادة في دمج المرأة في التكنولوجيا بقيادة المجلس الأعلى للمرأة. ويأتي التركيز على إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة كاستجابة طبيعية نظرا للظروف اللي بتنعم فيها البحرين من عدد من العوامل، من بين توافر المواهب والكفاءات المحلية. أعلن الأربعاء 13 تموز عن تعيين قداسة البابا فرانسيس عدد من الأعضاء الجدد بالدائرة الفاتيكانية للأساقفة، ومن بينهم 3 نساء. عقب حديثه بالمقابلة اللي أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء ب2 تموز، أعلن البابا نيتو بتعيين نساء بدائرة الأساقفة. وأعلن الأربعاء عن تعيين 3 نساء بالدائرة، وهن الراهب الأخت رافاييلا بتريني الأمين العامة لحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، والأخت إيفون رينجو الرئيس العام لجمعية بنات مريم سيدة المعونة، والسيدة ماريا ليا زيريفينو رئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية. أطلق التطبيق الشهير فلو أحد أكثر التطبيقات شيوعا بين النساء لاهتمامه بصحة المرأة وتتبع فترات الدورة الشهرية ميزة جديدة تحت اسم وضع مجهول أو Anonymous Mode من أجل القضاء على جميع مخاوف الخصوصية. وإجا هذا القرار امتثالا لأمر المحكمة العليا بالولايات المتحدة. مع خبر فلو بنكون وصلنا لنهاية سيجمنت نيوز كاست، هيك بتمنى تكون عجبتكم. أنا دايما مجمع لكم أخبار النساء المتنوعة والبناءة والمفيدة من لبنان للعالم العربي والعالم. من بعد نيوز كاست صار وقت نروح نشوف شو محضرت لكم بماركتينج أند تكنولوجي. بماركتينج اند تكنولوجي لليوم رح بلش انا وياكم بشق الماركتينج، ورح نحكي عن تويتر. كتار منكم اذا كنتوا افراد او اذا كنتوا شركات اكيد حابين تعرفوا كيف فيكم تكونوا عم تزيدوا عدد متابعينكم على تويتر، اكيد بطريقة عضوية وبطريقة ليجل، مش اكيد عبر شراء الفولورز.
أول شيء أنا بحب أخبركم الطريقة الأولى أنكم تكونوا عم بتحسنوا ملفكم الشخصي على تويتر، يعني الصورة العامة للبروفايل لإلكم أو الأكاونت لإلكم على تويتر. هذا الشيء أكيد بيكون عم بيجذب لكم متابعين، وممكن يكون عم بيخليكم تمشوا على خطة أنه يصير الأكاونت لإلكم فيريفايد. شو هني أبرز الخطوات؟ بأول نصيحة أنه كيف فيكم تحسنوا ملفكم الشخصي على تويتر، أول شيء ننصحكم انكم تكونوا عم تختاروا صورة شخصية مناسبة لإلكم او لعلامتكم التجارية اذا كنتوا شركة، واذا كنتوا فرد تكونوا عم بتحطوا بروفايل، صورة بروفايل اكيد تكون مناسبة مع الاكونت لإلكم. انكم تختاروا وصف مختصر بالبايو بالبايوغرافي، وتكونوا عم بتحطوا عدد كلمات قليلة بس بنفس الوقت عدد كلمات دقيقة بتكون عم بتعبر عنكم كأفراد، انتم شو بتعملوا. بنفس الوقت اذا كنتوا علامة تجارية او براند تكون عم بتعبر عن البراند لإلكم. انكم كمان تكونوا عم بتحطوا بالبايوغرافي المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيكم، أو كيف الشخص أو الأشخاص إذا فاتوا لعندكم على البروفايل فيهم يكونوا عم بيزوروكم، فيكم تحطوا يور إيميل، رقم تليفونكم وغيرها من هالتفاصيل. كمان تكونوا عم تحطوا صورة رئيسية لملفكم الشخصي أو صورة الغلاف، إذا فينا نقول الكفر فوتو، كمان تكون صورة مناسبة وصورة بروفيشنال إذا كنتوا أفراد أو إذا كنتوا كمان شركة. قبل ما تنشروا أي تغريدة كمان من المفروض أنكم تكونوا عم تهتموا لنوعية جمهوركم، وتعرفوا شو هن احتياجاتهم، شو هي تطلباتهم إذا كنتوا شركات، وبنفس الوقت كمان إذا كنتوا أفراد من المهم كمان أنكم تكونوا عم تراعوا الأشخاص اللي عندكم إياهم على صفحتكم على تويتر. إذا كنتوا كمان شركات مشاهدين من المهم أنكم تكونوا عم تحطوا كونتنت بناء بيفيد العملاء وبيفيد الفولوورز اللي عاملينكم فولو على صفحتكم أو على علامتكم التجارية على تويتر. وبنفس الوقت إذا كنتوا أفراد كمان من المهم أنكم تكونوا عم تحطوا كونتنت بناء بيعبر عنكم، مش تكونوا أكيد عم تعملوا بوستينج لحيالله شيء، لأنه هذا الشيء أكيد بخفف من الريتنج لإلكم، وبالتالي ممكن بخفف من التفاعل وبقلل من كميات الفولورز عندكم وغيره. النصيحة الثانية اللي بحب دايما أخبركم إياها، مش بس على تويتر، على كل مواقع التواصل الاجتماعي ضروري تكونوا بتعرفوا أمتين لازم تنشروا. هذا الشيء جدا مهم، أمتين لازم تحطوا البوست وأمتين لازم تنشروه. فإذا بدكم تحققوا أقصى استفادة من تويتر مشاهدينا، مفروض تكونوا عم تنشروا البوست أو التغريدة بنقول التويت عندكم على تويتر بأوقات الذروة من سوميا، نحنا بيك تايم لما يكون مستخدمينكم أكتر شيء عم بيستخدموا تويتر. ولهذا الشيء أكيد في عدد من الابليكيشنز معقول تفيدكم، رح أكون عم بحكي فيها أنا وياكم أكيد بحلقاتنا المقبلة. فيكم تكونوا عم تنشروا إذا كان عندكم كذا متابع أو كذا عميل من كذا بلد، فيكم تكونوا عم بتشوفوا شو هي أوقات الذروة لكل هالأشخاص اللي عندكم، وتكونوا عم تحطوا التغريدة بوقت بناسب الكل أكيد لتحقيق أقصى استفادة وبالتالي زيادة المتابعين عندكم. ما في وقت مثالي أكيد لنشر التغريدة أو البوست، مثل ما ذكرت فيكم تكونوا عم بتحطوا التغريدة وفقاً لأبليكيشنز تعطيكم أي متى وقت الذروة بيكون بهذا البلد أو بهذا البلد، وبتنشروا على هذا الأساس. نصيحة الثالثة، دائما بننصحكم مش بس لتويتر انكم تكونوا عم تحافظوا على حضوركم ونشاطكم دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما أنه اليوم عم نحكي عن تويتر مشاهدينا كمان ننصحكم انكم ما تكونوا عم تغيبوا، عم تحطوا بوست او تويتس بصفه او بطريقه دوريه، كمان لا تكونوا عم تضمنوا التفاعل بينكم وبين العملاء اذا كنتوا شركات وبينكم وبين الاشخاص. هذا الشيء اكيد بيضمن انه الفولورز او العملاء اللي عندكم اياهم يضلوا عندكم على صفحتكم، مش يزهقوا ويعملوا لكم انفولو، وبنفس الوقت بتكون صفحتكم فعاله واكيد دائما اكتف. دايما بننصحكم انكم تكونوا عم تستخدموا الهاشتاج والتاج، اكيد في سياسه معينه لاستخدام الهاشتاج والتاج، كمان دايما بحب زودكم فيها بلكي بنحكي عنها بحلقاتنا الجايه. مفروض تكونوا عم تحطوا الهاشتاج بتغريداتكم، بس نصايح سريعه ما تبالغوا باستخدام الهاشتاج، وكمان من المفيد انكم تكونوا عم تستخدموه بس اكيد مش بطريقه مفرطه، ما تحطوا هاشتاج معقد او غير مفهوم، هيك العملاء بيصيروا معقول يتساءلوا شو قصدكم فيه،
وبنفس الوقت مفروض دايما تعملوا سيرتش شو هي الهاشتاج الشائعة أو الترندي على تويتر لتكونوا عم تستخدموها. وبنفس الوقت مشاهدينا ما تكونوا عم تستخدموا الأحرف الكابيتال بالهاشتاج بالكلمة اللي بتستخدموها كهاشتاج. هلا بالنسبة للتاج كمان رح ننصحكم انكم تكونوا عم تعملوا دايما تاجز على التويتس عندكم للأشخاص، إذا كنتوا عم تحكوا عن أشخاص معينين، عن جهة معينة، عن شركات معينين، عن عملاء معينين، هذا الشيء كمان كفيل بأنه يزيد نسبة التفاعل عندكم وعلى صفحتكم. النصيحة الخامسة، دايما بحب شجعكم انكم تكونوا عم تتفاعلوا بصفة شخصية بيرسونال مع العملاء اللي عندكم او الفولورز اللي عندكم على تويتر. فيكم مثلا تكونوا عم تستخدموا الايموجيز، وبالمناسبة انا اكيد عملت فقرة عن الايموجيز كيف فيكم تكونوا عم تتواصلوا مع الفولورز او عملائكم باستخدام الايموجيز، هذا الشيء جدا مهم وإسا ماركتينج تاكتيك كتير بتفيدكم. فيكم تكونوا عم تطرحوا عليهم سؤال او تجاوبون على اسئلتهم، هذا الشيء جدا بيزيد التفاعل وبيقربكم منهم. النصيحة الأخيرة أنكم تكونوا عم تستعينوا بأداة تويتر أناليتكس، هذه أدوات تحليلية بتخليكم تعرفوا المؤشرات الرئيسية لصفحتكم على تويتر، مثلا إذا خسرتوا أو ربحتوا متابعين، عدد مرات التفاعل اللي صار على التويت لإلكم على تويتر، معدل المشاركة، إذا شخص عمل ريتويت، إعادة تغريدة وغيرها. لهيك مشاهدين انا بنصحكم انكم تاخذوا بهول النصايح بعين الاعتبار لانه جدا بيفيدوكم. فيكم تطبقون مين، لانه هلا نحن عم نحكي عن تويتر، وبنفس الوقت فيكم تاخذوهم كنصايح عامة لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، ان كان النشر بوقت معين، تفاعل مع الفولورز او العملاء عندكم، استخدام التاج والهاشتاج، واستمرارية تفاعلكم والابلود للبوست او التويت، هيدي دايما اشياء مهمة وكفيلة انه تخليكم اكتف وتزيد لكم عدد المتابعين. بالشق الثاني من السيجمنت اللي قلنا اليوم اللي هي التكنولوجي، مثل ما عودكم دايما بهذا السيجمنت انا بحكيكم عن ابلكيشن مهمة ممكن نازلة جديد، وممكن ابلكيشن الا فترة بس بحب ضويلكم عنها لان ابلكيشن مفيدة واكيد بتفيدكم. اليوم بما انه حكينا عن تويتر اناليتكس راح كون عم بحكي عن هيدي الاداة بشو بتفيدكم وكيف فيكم تكونوا عم تستخدموها. مثل ما ذكرت مشاهدينا، تويتر اناليتكس هي اداة تسمح لكم بمعرفة الاحصائيات حول حسابكم على تويتر، مثل التفاعل، الانطباعات، المراجع وغيرها. فيكم تكونوا عم بتشوفوا او تستخدموا هذه الاداة من خلال اكستنشن عندكم على الكمبيوتر او اكيد على الموبايل، موجودة بكل الستورز، فيكم تكونوا عم بتنزلوها. اول ما بتنزلوها اكيد بتعملوا ساين ان من التويتر اكاونت لكم على هذه الابليكيشن، دايما بتلاقوا فوق خيار تسجيل الدخول، وبتدخلوا معلومات حسابكم اللي انتم اوريدي عاملينه على تويتر على هذه الاداة، ودغري بيفتح عندكم صفحتكم على تويتر، بس اكيد مع قصص تحليلية. فيكم تشوفوا اول ما تفتحوا قائمة برامج تحليلية، بتشوفوا فيها عدد التغريدات، انطباعات المستخدم لمنشوراتكم، الزيارات اللي قام فيها المستخدمين الاخرين لملفكم الشخصي يعني للاكونت لكم على تويتر، وعدد المتابعين، عدد الاشخاص اللي عندكم، يعني فينا نقول صورة تقريبية مثل اللي عم نشوفها على الشاشة. وكمان في الوان نحن مش عم نشوف هلا برسنتج والوان، بجانب كل هذه المعلومات فيكم تكونوا عم بتشوفوا نسب مئوية باللون الاخضر او الاحمر، هذا الشيء بحدد اذا الاحمر اذا كان عندكم نقص والاخضر اذا كان في عندكم زيادة. وكمان فيكم تشوفوا من خلال الصورة اللي كنا عم نشوفها ملخص للمعالم الرئيسية لحسابكم بالأشهر الأخيرة، مثلا التغريدة اللي أكتر شيء أخدة تفاعل، الأكتر أهمية وغيرها من الأمور. وكمان فيكم تشوفوا رسوم بيانية مثل ما عم نشوف بالصورة،
لمثلا اخر 28 يوم، لوضع التويتس عندكم باخر 28 يوم على تويتر وغيرها من الامور اللي ذكرناها سابقا، اللي هي خاصة بالتفاعل والردود وغيرها من هالقصص. تويتر اناليتكس مشاهدينا اداة مهمة اذا فعلا حابين وبصورة جدية انكم تكونوا عم تعرفوا شو هو حالكم على تويتر، حال التغريدات، حال المتابعين عندكم. فيكم تكونوا عم تستخدموها، جدا سهلة، بتعطيكم مثل النشرة الخاصة بحسابكم على تويتر، الفولوينج، الانفولو، التويتس، التغريدات وغيرها من الأمور. بتمنى أكون فدتكم اليوم بماركتينج اند تكنولوجي، وأكيد قربت لكم صورة أكتر إذا حابين تكونوا عم تزيدوا التغريدات عندكم الفولورز، وبنفس الوقت بتمنى أكيد يكون قدمت لكم هيك صورة سهلة فيما يخص تويتر أناليتكس. هلأ صار وقت نروح نتعرف مين عنا بـ Women Outside the Box لليوم. بيومن اوتسايد ذا بوكس مثل ما عودتكم دايما بحب احكي عنها هذه الفقره، فقره لانه عن جد بعتبرها مميزه لها معنى على كذا موسم. بهذه الفقره دايما نحكي عن امراه فعليا قدرت من خلال مثابرتها ونجاحها انه تكسر قاعده معينه حطتها فئه معينه مجتمع او الرجال على انه هذه المهنه او هذه الهوايه هي حكر على فئه معينه وميل للميلز. اليوم رح نكون عم نحكي انا وياكم عن نيلة العكريمي اللي ترأست، اللي هي التونسيه من اصول افريقيه، ترأست المنظمه العالميه لدعم القدرات والمؤسسات التابعه للمنظمه العالميه لاتحاد البلديات والمدن العالميه وفق ما اعلنته المنظمه. وبتعيينها تعتبر نيلة العكريمي أول امرأة عربية بتتولى هذا المنصب، ورح تكون عم تشتغل على إرساء سياسات التعاون الدولي اللامركزي بإطار تطوير الدبلوماسية التقليدية وتفعيل دور الجهات المانحة خلال فترة ترأسها للمنظمة العالمية. هذه المنظمة مشاهدينا هي ناشطة بتعزيز قدرات المؤسسات والحكومات ودعم التنمية المحلية. وبهذا السياق اعتبرت نيلة العكريمي أنه تعيينها بيمثل تكريم للمرأة العربية والأفريقية، وأعربت عن التزامها بدعم التعاون الدولي وتوطيد جسور التواصل بين الدول الشمال والجنوب ودفع التعاون الدولي لدول أفريقيا بمجال التنمية المحلية بإطار من التضامن بين الجهات المانحة والمستفيدة على حد سواء. وبالنسبة لنيلة هي تخصصت بصياغة الاستراتيجيات والسياسات للتنمية الإقليمية واللامركزية والتماسك الاقتصادي الشامل والمستدام والمساعدة التقنية للمؤسسات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، كما أنها حاصلة على دكتوراه بالقانون الأوروبي للتنمية ودكتوراه بالقانون بمجال الإدارة العامة والإصلاحات الكبرى والحوكمة الجامعة. وأكيد جاء تنصيبها على رأس المنظمة العالمية لدعم القدرات والمؤسسات امتدادا لتجربتها اللي تجاوزت 15 سنة بإدارة وتنسيق البرامج للحكومات المركزية والمحلية. نحن بدنا نقول مبروك لدكتورة نيلة العكريمي، بتمنى عليكم مشاهدينا ومشاهداتنا بالأخص أنكم تكونوا عم تستفيدوا من هالقصص، تاخدوهم كمصدر إلهام لكم تحققوا كل شيء بترغبوا فيه شو ما كانت الوظيفة شو ما كانت الهواية، وما تخلوا شيء يحطكم، خاصة المجتمع اللي دايما بحط لنا حواجز ودايما بحد إذا فينا نقول من قدراتنا. فدايما خلي عندكم أمل وخلوا طموحكم قوي، وأكيد يكونوا دايما عم تستلهموا من فقرتنا، فقرة Women Outside the Box. من بعد Women Outside the Box رح روح أنا وياكم للفقرة الأخيرة اللي هي Support Women's Initiative. مشاهدينا مثل ما بتعرفوا شوارع لبنان بالفترة الأخيرة عم تشهد زهرة جديدة اللي هي زهرة التوك توك أو عربات التوك توك اللي عم يعتمد عليها السكان والمواطنين بدل من سيارات الأجرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها بالبلاد للأسف. بس الشيء الحلو بالموضوع انه عمل التوك توك مثل ما عم نشوف بالصوره بطل مقتصر على الشبان. بمدينه صيدا العاصمه اللبنانيه
استوقفتنا صورة لشابة أكيد عم تسأل المارين والمواطنين لوين رايح، تفضل لوصلك. هيدي الزهرة منا جديدة، خاصة فيما يخص العمل وهالتفاصيل، بس مثل ما ذكرنا بلبنان فينا نقول نوعا ما جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية. فهيدي السيدة اللي كنا عم نشوف صورتها اسمها هلا محمد اليمن، وبمثابرتها على تخطي الأزمة الاقتصادية قررت أنه تكون عم تشتغل على التوك توك. هي بنت مدينة صيدا وعمرها 40 سنة، اشتغلت قبل بمصبغ على تنظيف الملابس، وهي أكيد منا الأولى بلبنان لتقود سيارة أجرة بشوارع لبنان، بس إذا فينا نقول نوعا ما كقيادة لتوك توك هي السيدة الأولى قدرت انه تأمن لقمة العيش لعائلتها، خاصة لبنتها المريضة. وعبرت هلا وقالت بعد أساور الذهب وكل ما أملك لكمل أنا وعائلتي حياتنا ونتخطى الأزمة بنجاح. عندها 3 أولاد، بنت بعدها عم بتتابع دراستها وهي مصابة بمرض السكري وبتحتاج لعلاج بشكل دائم، وعندها شابين كمان عم بيجربوا يساعدوها بالشغل قد ما فيهم، بالمقابل كمان عم بيتابعوا دراستهم. هي أكيد منفصلة عن زوجها وبلا معيل، وعندها أجار البيت، هلا الأجارات بالدولار مثل ما بتعرفوا مشاهدينا، وعندها أكيد المصاريف الصعبة، مصاريف الاقتصادية اللي عم نمرق فيها. وكانت الفكرة أنه تتعلم على التوك توك، فكرة أكيد جيدة بتعتبرها، فمثل ما ذكرنا باعت الذهب واشترت التوك توك، وتعرفتها يعني نوعا ما كتير منيحة اللي هي 20 ألف، بس بسبب ارتفاع البنزين مثل ما بتعرفوا زادت ل25 ألف، وهي أقل من تعرفة سيارة الأجرة اللي صارت غالية عندنا بلبنان اللي وصلت تقريبا لل50 ألف. بتقول هلا انه بتتشجع لما تشوف بعض نظرات الناس بالشارع المشجعة لإلها، الكل بيجي بيسلم عليها وبيصير بده يتصور معها وبيحط صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الصورة اللي كنا عم نشوفها. وأبناء مدينتها، أبناء مدينة صيدا، بينطروها كل يوم الصبح لا تاخذهم على عملهم، وبتقول انه تحسن عملها واكيد عندها دايما زباين، واكيد بتقول انه دايما بيواجهها صعوبات بس هي دايما بتقدر انه تتخطاها. وختمت بكلمة اكيد بتمنى تكون عم توصل لعند كل امرأة، بتقول اشجع كل امرأة من مساعدة نفسها بنفسها، خصوصا في الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد، المهم اني صرت ادفع ايجار البيت بلا صعوبات. نحن بـ Women's Initiative بنشجعكم إذا كنتوا أبناء صيدا أو إذا كنتوا مارقين بصيدا أنكم تكونوا عم تشجعوا هلا وتجربوا أنكم تطلعوا معه بالتوك توك. نحن دايما بهذه الفقرة بنشجع كل المبادرات النسائية، وبالفعل أنا وياكم بدنا نختم بالكلمة اللي قالتها هلا. أنا كمان بشجع كل امرأة أن تكون عم تساعد نفسها بنفسها وتكون فعلا مستقلة، حتى لو هلا عم نمرق بظروف اقتصادية صعبة، هلا الوقت انك تخلقي شيء لإلك من رحم هيدي الأزمة، وما تكوني عم تتكلي ولا تعتمدي على حدا، لأنه فعلا انت قادرة وانت قوية. مع كمية هالإلهام اللي ان شاء الله اكون قدرت وصلت لكم اياها بهالحلقة، بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من كوفي بريك. انا بدعيكم انكم تكونوا عم تزورونا على فيسبوك مريم تي في، وعلى يوتيوب التشانل الخاصة بمريم تي في لبنان على يوتيوب، لتتابعوا برنامج كوفي بريك بالإضافة للعديد من البرامج الأخرى اللي المرأة على حصة فيها كتير كبيرة. وأكيد أنا برجع بشوفكم الأربعاء الجاي لايف بنفس التوقيت 8:30 على تي في، على اللايف لينك وعلى فيسبوك. من هلأ لوقتها أكيد أنا بدي أتمنى لكم أسبوع موفق.